يقول ما معنى اللهم اجعله فرطا في الدعاء للطفل الميت؟ الفرط هو الذي يسبق والديه. الفرط من حيث العموم هو الذي يسبق إلى الماء، الذي يسبق إلى الماء، يهيئ الماء لأهله. والفرط المراد به هنا الصغير الذي يموت، لأنه يسبق والديه إلى الجنة ويشفع لهما، فإن الفرط يشفع لوالديه يوم القيامة.